الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. ما زلنا مع كتاب الأقضية باب القسمة في المهذب، ونحن كما قلنا ولله الحمد والمنة مع آخر كتاب المهذب، آخر أبحاث المهذب، ما بقي إلا قليل منها إن شاء الله يكون فيها الخير. مسألة أن كان بينهما حائط، ما زلنا نتكلم عن القسمة، القسمة ننظر فيها إذا كان فيها الضرر أو ليس فيها الضرر، هل يجبر على القسمة أو لا يجبر على القسمة. المسألة كلها مخرجة على مسألة الضرر والتماس الضرر في هذا الباب، عند القسمة هل يتضرر أحدهما أم لا، أو يكون القسمة يكون بها فيها عوض فهل يجبر على القسمة أم لا، بيان ذلك أمس. وإن كان بينهما حائط فهدما وأراد قسمة عروسته، فإن تراضيا على أن يكون لأحدهما نصف الطول في كمال العرض أو نصف العرض في كمال الطول جاز، وإن طلب أحدهما قسمة طوله فيكون لأحدهما نصف طوله في كمال عرضه، وامتنع الآخر أجبر الممتنع، ويكون لكل واحد منهما ما خرجت عليه قرعته. فإن أراد كل واحد منهما أن يبني فيما خرج له جاز، فإن بقي بينهما فرجة لم يجبر من هي في ملكه على سدها. الله أكبر، رضي الله عنك أسف، الله يدخل عليك السرور كما تدخل علينا السرور، اللهم أمين ربنا. وإن طلب أحدهما أن يكون لأحدهما نصف العرض في كمال الطول وامتنع الآخر ففي وجه لا يجبر على ذلك، لأن هذه القسمة لا تدخلها القرعة، ولأن لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن يخرج نصيب أحدهما من مالي ملك الآخر، فلم يجبر أيضا الممتنع منهما عليها كالقسمة التي فيها رد. والثاني يجبر الممتنع، والأصح لأنها قسمة لا ضرر فيها، ما دام الضرر قد انتفى إذن يجبر من أجل إصلاح ذات البين، فأجبهت قسمة الطول في كمال العرض ويخالف القسمة التي فيها الرد، لأن دخول الرد فيها يجعلها بيعا، والبيع لا يجبر عليه من امتنع منه. فعلى هذا إذا قسم بينهما لم يقرع بينهما، ولكن يجعل لكل واحد منهما ما يلي ملكه، وإن طلب أحدهما أن يقسم طولها في كمال عرضها، وطلب الآخر أن يقسم عرضها في كمال طولها، فإن قلنا لا يجبر من امتنع من قسمة عرضها في كمال طولها، أجبر من دعا إلى قسمة طولها في كمال عرضها، وإن قلنا يجبر من امتنع من قسمة عرضها في كمال طولها، لم يجبر أحدهما بل يتركان حتى يصطلحا، لأن قول أحدهما ليس بأولى من قول الآخر. وإن أراد قسمة الحائط بينهما، فإن تراضيا على قسمة طوله في كمال عرضه أو على قسمة عرضه في كمال طوله جاز. الأصل بذلك كما قلنا فساد ذات البين الحلقة، والأصل بذلك أيضا النظر إلى عدم الإجبار عند عدم الضرر. وإن طلب أحدهما أن يقسم عرضه في كمال طوله وامتنع الآخر لم يجبر، لأن الحائط انقطع كان في ذلك إتلاف. وإن لم يقطع وعلم على نصف العرض علامة علامة ليضع عليه ما يريده جاز، فإن وضع على جميع الحائط كان منتفعا في نصيب شريكه. وإن طلب أحدهما أن يقسم طوله في كمال عرضه فامتنع الآخر ففيه وجهان، أحدهما لا يجبر الممتنع لأن الحائط انقطع فقد أتلف جزء من الحائط، فلم يجبر الممتنع من ذلك عليه، كما لو كان بينهما ثوب فطلب أحدهما قطعه نصفين. والثاني يجبر الممتنع وهو الأصح، كما يجبر على قسمة العرصة لذلك. فعلى هذا إن كان القطع يضر بالحائط لم يقطع ويجعل بين النصيبين علامة، وإن كان القطع لا يضر به قطع بمنشار فإن كان لبنا أو طينا كالثوب إذا كان قطعه لا يضره. علمنا أساسا مسألة الإجبار متى يكون ومتى لا يكون، والمسألة كما قلنا إن كان الأمر لا فيه تعويض أو إن كان الأمر ليس فيه مضرة تقع على أحد فالإجبار وارد هنا، لأننا عيون مقاصد الشريعة في مسألة الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين أمر وارد، وهو أمر ليس مندوبا إليه بل أمر واجب في أصول التشريع. فرع وإن كانت بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع وامتنع الآخر أجبر الممتنع، سواء كان الزرع بذرا
لم يخرج أو قد خرج، لأن الزرع في الأرض كالقماش في الدار، والقماش في الدار لا يمنع من قسمتها. فكذلك الزرع في الأرض، فإن طلب أحدهما قسمة الزرع دون الأرض وامتنع الآخر ونظرت، فإن كان الزرع بذرا لم يخرج، أن الزرع بذرا لم يخرج لم يجبر الممتنع لأنه مجهول، والجهالة غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم عمم في النهي عن الغرر. كذلك إذا كان الزرع قد ظهر واشتد حبه لم يجبر الممتنع أيضا لأنه لا يمكن خرصه، وإن كان الزرع قد ظهر ولم يصر حبا فحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد قال لا يجبر الممتنع لأنه لا يمكن تعديله، كلما كانت مظلمة وفيها شيء من الإجحاف فلا يجبر، وكلما كان الأمر على العدل والسوية وقطع النزاع كلما أجبر في ذلك لإصلاح ذات البين. وحكي عن القاضي أبي الطيب أنه قال إن قلنا إن القسمة بيع لم يجبر لأنه لا يمكن بيعه إلا بشرط القطع، وإن قلنا إن القسمة فرز الحقين، وهذا الراجح الصحيح، القسمة ليست بيعا، القسمة فرز للحقين، جازت قسمته. قال وهذا أشبه لأنه إذا أمكن تعديله مع الأرض أمكن تعديله وحده، وأما إذا طلب أحدهما قسمة الأرض والزرع لم يجبر الممتنع لأن الزرع لا يمكن تعديله، فإن تراضي على ذلك نظرت، فإن كان بذرا لم يخرج، أو كان الزرع قد صار حبا مشتدا لم يجز لأنه مجهول. وأيضا تعلمون قلنا بيع أيضا لا يصح، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، حتى يحمر حتى يصفر. نعم. وإن كان قد ظهر ولا ربا فيه صحت القسمة في الزرع مع الأرض تبعا لها، كما لا يجوز بيعه مع الأرض من غير شرط القطع تبعا للأرض. مسألة إن كان المشترك بينهما منفعة، بل أوصى لهما بمنفعة دار أو أرض أو عبد، كريع الإيجار يعني، كريع الإيجار أو منفعة شيء مملوك لغيرهم، فطلب أحدهما أن يتهيأ في القسمة المهيأة فينتفع بها أحدهما مدة والآخر مدة، وامتنع الآخر لم يجبر، ومن أصحابنا من قال يجبر على ذلك كما يجبر على قسمة الأعيان. والمذهب الأول أن حق كل واحد منهما متعجل في المنفعة، فلم يجبر على تأخير حقه في المهيأة بخلاف الأعيان، يعني يجعل كل واحد يأخذ منها ريعا هذا الستة أشهر الأوائل وستة أشهر الأواخر يأخذها الثاني أو ينتفع بها، فإن كان ذلك عبدا فإن تراضي على ذلك جاز، واختص كل واحد منهما بالمنفعة في المدة التي اتفق عليها. احنا قلنا بأن في أصل عام، الأصل العام هو أن كل صاحب حق قد يتنازل عن كل حق، يتنازل عن بعض حق، والتصالح لابد فيه من تنازل، المصالحة لابد فيها من التنازل. فإن كان ذلك عبدا وكسب كسبا معتادا كان ذلك الكسب لمن هو في يومه، وإن كسب كسبا نادرا كاللقطة والركاز ففي قولان، أحدهما أنه لمن هو في يومه لأنه كسب له فكان له كالكسب المعتاد، والثاني لا يكون له بل يكون بين الشريكين لأن المهيأة بيع، ولأنه يبيع حقه في الكسب في يوم شريكه بحق شريكه من الكسب في يومه، والبيع لا يدخل فيه إلا ما يقدر على تسليمه في العادة، والنادر لا يقدر عليه في العادة فلم يدخل. فعلى هذا لا يحسب على الذي هو في يومه في المدة التي كسب فيها ذلك من مدته، وكان انتفاع أصلا بيكسب يوم ويوم، فمدة الكسب قد يتغير في هذا الباب. فعلى ذلك لا يحسب الذي فيها هو في يومه في المدة التي كسب فيها ذلك من مدته. فرع طبعا كل مدة لكل واحد جعل له مدة يأخذ أو ينتفع بالريع. فرع وأن كان بينهما دار أو أرض فطلب أحدهما المهيئة ولم يطلب قسمتها وامتنع الآخر لم يجبر الممتنع. وقال مالك وأبو حنيفة يجبر، دليلنا أن الأصل مشترك بينهما، فلا يجبر الممتنع على أن ينفرد أحدهما ببعض المنفعة مع اشتراكهما في الأصل لأن التمييز لا يحصل بذلك. فرع وانتهيأ فانتفع أحدهما مدة ثم هلكت العين قبل أن ينتفع الآخر بها مثله، راجع عليه بحصته من وجهة مثلها لا بما انتفع به. يعني الآن هو لما تهيأ فجعل له مدة ينتفع بها والآخر مدة ينتفع بها، فانقضى الأمر أن تلفت العين وقد تمت مدة الأول، الثاني له حصة لأن هذا انفرد وهما شركاء، فهنا يجبر له نقصه في الانفراد بالانفراد أن يعطيه أجرة المثل، أجرة المثل لا يعطيه المهيئة، يدفع له أجرة المثل لا بمن تفع بها. سأل إذا كان في يد الرجلين شيء فترافع إلى الحاكم
لينصب من يقسمه بينهما، فإن أقام بينا أنه ملكهما نصب الحاكم قاسما يقسمه بينهما، وإن لم يقيم بينا عن ملكه ففيه طريقات. الطريق الأول من أصحابنا من قال فيه قولا: أحدهما يجوز له أن يبعث قاسما يقسم بينهما لأن ظاهر من أيديهما الملك، فعلى هذا يكتب في كتاب القسم: قسمت ذلك بينهما بغير بينة لهما بل بدعوهما. والثاني ما يجوز أن يبعث من يقسم بينهما لأنه قد يكون ملكا لغيرهما، فإذا قسمه الحاكم بينهما كان حجة لهما في الملك. والطريق الثاني من أصحابنا من قال: لا يجوز له أن يبعث من يقسم بينهما قولا واحدا لما ذكرناه، لأنه قد يكون ملكا لغيرهما. نعم، فهنا يعبران به على أن يكون ملكا لهما. وقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار قسمه، وإن كان عقارا ولم ينسبه إلى الميراث قسمه بينهما، وإن نسبه إلى الميراث لم يقسمه بينهما حتى يقيم البينة على موته وعدد ورثته. ودليلنا على كلام أبي حنيفة ما مضى: ولا فرق بين العقار وغيره، فلا معنى للتفرقة بينهما، فهذا كما قلنا لأنه قد يكون معبرا إلى أن يترسم ملكا ليس ملكي. نريد أن ننتهي من القسامة كلية، لنبدأ في كتاب الدعاوى البيانات. والدعاوى البيانات ما وعد ذلك الشهود من تقبل شهادته، يعني كتاب الدعاوى البيانات بعده على طول كتاب الشهادة الإقرار، وعندنا جزئية هو تغافل عنها، جزئية العتق والتدبير، وهذا إن شاء الله نأتي به بإذن الله. فرع أخير: إذا اقتسم الورثة التركة قبل قضاء الدين عن الميت، فإن قلنا إن القسمة بيع فهل تصح القسمة؟ يبنى ذلك على جواز بيع التركة قبل قضاء الدين، وفيه قولان حكاهما شيخ أبو حامد بن الصباغ وحكاهما شيخ أبو إسحاق هنا وجهين، وقد مضى ذكرهما في التفليس، وصح أنه لا يجوز بيع التركة قبل قضاء الدين. فإن قلنا لا يصح البيع لم تصح القسمة أيضا، وإن قلنا صح البيع صحت القسمة، وإن قضى الورثة الدين استقرت القسمة وإلا نقضت القسمة. الصحيح الأول: لا يجوز بيع التركة قبل قضاء الدين. وإن قلنا لا سيما أن الآية صريحة في هذا الباب: من بعد وصية توصون بها أو دين. نعم، وإن قلنا يصح البيع صحت القسمة كما قلنا، وإن قلنا إن القسمة فرز النصيبين صحت القسمة قولا واحدا. فإن قضى الورثة الدين استقرت القسمة قولا واحدا، وإن لم يقضوا الدين نقضت القسمة. أما إذا اقتسم الورثة التركة ثم بان أن الميت قد كان أوصى لوصية تخرج من ثلثه، فإن كانت الوصية بشيء معين من التركة لم يجز أو بجزء مشاع منها، فهو كما لو اقتسم التركة ثم استحق شيء منها على ما مضى. وإن كانت الوصية بشيء مبهم فهو كما لو اقتسم الورثة ثم ظهر على الميت دين على ما مضى، يعني يأخذ منه من أصله. أما إذا كان شيء معين وهو مشاع وجب نقض القسمة ثم إخراج الوصية ثم بعد ذلك ابتداء القسمة مرة ثانية. وانتقل المصنف بعد ذلك إلى كتاب الدعاوى والبينات، وكما قلت بقي لنا كتاب الدعاوى والبينات، كتاب الشهادات، كتاب الإقرار، والعتق والتدبير هذا على إيجاز سننتهي منه، وانتهى بإذن الله كتاب المهذب، وهذا أمر جلل، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.